السلام عليكم. الفيديو هذا باش نقول لكم معلومة خطيرة بتهم أمن تونس، واللي تونس تويكا نهضة باش تهزها للهاوية بالرسمي، لكن الشعب التونسي ما يتحركش. السبب بتاع الشيء اللي شدان مسكين لطفي بن جدو هما زوج جرائم، فهمتني، خافي الحقائق متاعهم سيرت في بن جدو، سي بورسا لطفي بن جدو ما يلزموش يخرج من وزارة الداخلية. زوج جرائم، جريمة محمد إبراهيمي وجريمة سيدي علي بن عون اللي معناتها مات فيها شهداء، معناتها سقراط زملاء نتاعو. سي لطفي بن جدو يعرف الحقائق نتاعها ويعرف كيفاش العملية معناتها اللي صارت في سيدي علي بن عون، وكيفاش دم معناتها فهمتني معناتها نصب فخ، فهمتني، وكان فخ معناتها جاي من العوينة بيدها، جاي من العوينة، جو دي بيان من العوينة، من قياديين في الحرس تابعين للنهضة هما اللي معناتها نصبوا الكمين هذاك نهار معناتها اللي يلزم معناتها عليه وصل فك الموقف المحرج، باش خرج من الموقف المحرج على حساب دم معناتها الحرس الوطني. وهذه جريمة كبيرة برشا، وجريمة خفايا متاعها كبيرة برشا، فهمتني، كيفاش تم الإيقاع معناتها برجال الحرس، برجال تونس اللي يحميو في بلادنا، فهمتني، باش يوصلوا يتقتلوا. وهذايا معناتها خطر كبير على بلادنا، وخطر كبير على رجال الامن متاعنا والبوليسيه والحرس والجيش، لازمهم يعرفوا اللي هم تويكا في وسط عصابه قاعده، فهمتني، تلعب لهم بحياتهم، فهمتني، ولا من اجل البقاء في السلطه واخفاء الجرائم متاعهم. والقضيه بتاع الجريمه بتاع محمد ابراهيم، الخيوط نتاعها الكل والعناصر اللي قامت بالجريمه يعرفها لطفي بن جد ومتستر. حسين تبين اللي هو اللي تستر على مجرمين وهو حاكم تحقيق يعرف الشيء هذايا يعتبر مجرم. بالنسبه للتوانسه لطفي بن جد سي تان كريمينال اللي يتستر على مجرمين، واللي معناتها فهمتني دم التوانسه ودم رجال الامن اللي مشات ويعرف الحقيقة نتاع الجريمة النكراء اللي صارت، فهمتني، ولا معناتها نهار اللي ماتوا ولاد سيدي علي بن عون، فهمتني، ونهار اللي مات وأسرار الجريمة نتاع محمد الإبراهيمي اللي يعرف معناتها الخفايا نتاعها بحذافيرها وموجود غاديكا باش يغطي على الجرائم نتاع لي ترشقانها، فهمتني، وجماعة اللي معاه وآمر الحرس الوطني اللي حطوا عليه ترشقانها اللي موجود طويكة في الثكنة نتاع العوينة هو وراء الجريمة النكراء اللي صارت في سيدي علي بن عون. والشيء هذا يعرفه لطفي بن جدو، والمعلومة اللي نقول لكم فيها هذه راهي صحيحة 1000%، مش 100% بركة، 1000%. يا تونس انتم يا تونس راكم في قطر، وبلادكم راهي في قطر، وولادكم راهو في قطر، ورجال الامن راهم في قطر، فهمني ولا. اذا كان الشعب التونسي كامل ما يقفش ضد المجرمين هذوما، لخاطر باش تجي تصير جرائم اكبر واشنع، فهمتني. لا بروف الضغط اللي موجود على ذا سي المهدي جمعه، فهمتني، اللي هو بيدو، فهمتني، قاعد معناتها كبيدق، ولا فهمتني، يا بن جدو يا لا، وبن جدو يا لا، معناتها دون كالسونس، مش معناتها خوف على امن البلاد، خوف على معناتها فضح وكشف الجرائم نتاع الخوانجيه اللي قتلوا ولادنا، اللي قتلوا رجال الامن، اللي قتلوا الحاج محمد ابراهيمي، اخت معناتها الاسرار نتاع الشهيد شكري بالعيد. الور اذا كان شعب كامل ما يتحركش في الشيء هذايا، انتظروا ايام سوداء. تحيه تونس، تحيه تونس، تحيه تونس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.